في عالم تقاس فيه هيبة الدول بسرعتها في مواكبة الرقمنة، حيث توقع العقود بالبصمة وتعالج الأمراض عبر الذكاء الاصطناعي. كانت هناك دول تراقب من بعيد، تمشي بخطى ثقيلة في زمن يدار بالضغطة والرمز. فلماذا تتأخر الجزائر في التحول الرقمي؟ هل هو تأخر حقيقي أم مجرد بطء اختياري؟ وهل ما أعلن مؤخراً عن استراتيجية رقمية جديدة سيكون بداية التحول أم حلقة جديدة في سلسلة التطلعات غير المكتملة؟ لكن قبل أن نجيب عن هذه الأسئلة، لابد أن نلقي نظرة فاحصة على أرض الواقع. فالحديث عن التأخر أو البطء لا يستقيم دون الوقوف على حقيقة ما آلت إليه أوضاع الرقمنة في الجزائر. ولكن قبل أن أبدأ، اعلم عزيزي المشاهد أن دعمك هو ما يدفعنا لنصنع لك مادة علمية تليق بقدرك ومكانتك. لذلك أدعوك للإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة. هنا المهندس الإخباري الذي يقدم لك قيمة بصوت هندسي. ما هي الأسباب؟ الجزائر تعد أكبر بلد إفريقي من حيث المساحة، غنية بثرواتها البشرية والطبيعية، لكنها لم تدخل بعد عصر الرقمنة. فتلك المميزات الجغرافية والثروات ليست خياراً تلحق به التطور. عند مقارنة الجزائر بجيرانها، نلاحظ أن دول الجوار تحقق أداء أفضل في مجال الحوكمة الإلكترونية، حيث تأتي تونس مثلاً في مرتبة أعلى، بالرغم أن الجزائر أطلقت أولى محاولاتها الرقمية منذ أوائل الألفينات، إلا أن النتائج ظلت متواضعة. فبحسب تقرير أصدرته الأمم المتحدة لقياس مستوى استخدام الحكومات لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات لعام 2024، تحتل الجزائر المرتبة 116 من أصل 193 دولة، وعن المشاركة الإلكترونية جاءت في المرتبة 187، وهي تعتبر مرتبة متأخرة في عالم يسير بسرعة الضوء نحو الرقمنة، مما دفع الحكومة في بداية عام 2024 لإدراج التحول الرقمي ضمن أولوياتها باعتبارها أداة أساسية بالنهوض بالخدمات من الصحة إلى التعليم ومن الإدارة إلى الاقتصاد. التحديات والعثرات. لكن هذا الطموح لا يأتي دون ثمن، إذ تواجه البلاد مجموعة من العقبات الجوهرية التي تسبب بطئاً في عملية التحول الرقمي في الجزائر. وأول العقبات كانت البنية التحتية، فهي أساس غير مستقر. حين نتحدث عن رقمنة دولة، فإن أول ما يقفز إلى الذهن هو البنية التحتية للاتصالات. في عصر بات فيه الإنترنت شرطاً أساسياً للتعليم والخدمات البنكية وغيرها، يظل كثير من المواطنين خارج دائرة الخدمة. في الجزائر لا تزال شبكة الإنترنت تعاني من البطء والتغطية غير المنتظمة، خاصة في المناطق الداخلية والصحراوية. المواطنون في بعض القرى لا يزالون خارج نطاق الخدمة، وآخر الإحصائيات تشير إلى أن حوالي ربع الجزائريين ما زالوا غير متصلين بالإنترنت. ثم تأتي عقبة الكفاءات والتأهيل التقني. حتى لو وجدت البنية التحتية، فهل لدينا من يشغلها ويطورها؟ وبالتالي تواجه الجزائر تحدياً آخر، وهو نقص الكفاءات المؤهلة. الشباب موجودون والحماس حاضر، لكن التدريب المتخصص والدعم المؤسسي ما زال غائبين في كثير من الأحيان. بل إن أحد أبرز الإشكالات في هذا الصدد هو أن المنهج العلمي في الجامعات الجزائرية مثل كثير من الجامعات العربية لا تزال تدرس مناهج لا تواكب متطلبات سوق العمل الرقمي. فالتعليم الذي لا يواكب سوق العمل لا ينتج كفاءات، بل يراكم البطالة. وهذا ما حدث بالفعل وخلق عقبة المهارات الرقمية. فالكثير من الجزائريين لا يزالون يفتقرون إلى المهارات الأساسية لاستخدام التكنولوجيا بشكل فعال. وهذا يتضمن مهارات استخدام الحاسوب، وفهم كيفية التفاعل مع الأنظمة الرقمية، والقدرة على حماية المعلومات الشخصية على الإنترنت. ولا تقتصر التحديات على ذلك، بل يوجد التشريعات والقوانين التي تلعب دوراً حاسماً في تسهيل أو عرقلة عملية الرقمنة. فالكثير من الخبراء ينتظرون صدور قانون الرقمنة، والذي يعتبر الإطار العام لكل الخدمات الرقمية. أما عن التحدي الأخير فيكمن في مقاومة داخلية للتغيير. الرقمنة تتطلب تغييراً في الطريقة التي تفكر بها المؤسسات وتدير أعمالها، وبعض المؤسسات تقاوم التغيير بسبب العادات الراسخة والخوف من المجهول.
وتكمن الصعوبة أيضاً في تحويل الأرشيف التقليدي إلى إلكترونية، فالكثير من الإدارات الجزائرية ما زالت تعتمد الوثائق الورقية كحال بعض الدول العربية، وترتب على تلك التحديات فجوة رقمية كارثية تطرق أبواب الجزائر التي ليست بمعزل عن موجات الهجمات السبرانية التي قد تشل بها أنظمة دول كاملة، وجعلت المواطن لا يثق بسهولة في التعاملات الرقمية خاصة في ظل ضعف الأمن السبراني. فما فائدة تطبيقات الخدمات الإلكترونية إذا لم تحمي المستخدمين من سرقة بياناتهم؟ وما فائدة التحول الرقمي إذا لم تشرع قوانين التجارة الإلكترونية والمعاملات الرقمية؟ فالرقمنة لا تعني فقط أجهزة وحواسيب، بل تعني أيضاً بيئة قانونية تنظم وتحمي. ولهذا فإن الأمن السبراني لم يعد ترفاً بل ضرورة قصوى تتطلب فرقاً مدربة وتحديثاً مستمراً للبروتوكولات ورفعاً لوعي المواطنين حتى لا يكونوا هم الحلقة الأضعف في السلسلة. البداية الفعلية. المواهب موجودة في الجزائر والأفكار كثيرة، لكن أغلبها يتعثر عند أول خطوة في طريق الإجراءات الإدارية المعقدة، نقص التمويل وضعف الثقة في المشاريع الناشئة. لكن وسط هذه العراقل لم تقف الجزائر مكتوفة الأيدي، بل بادرت بإطلاق أول استراتيجية وطنية شاملة للتحول الرقمي تحت شعار من أجل جزائر رقمية 2030. وقد كشفت عنها السيدة مريم بنت مولود الوزيرة المحافظة السامية للرقمنة في يناير 2025، مؤكدة أنها تمثل خارطة طريق متكاملة تهدف إلى بناء اقتصاد عصري مستدام ومجتمع رقمي مندمج. الوزيرة أوضحت أن هذه الاستراتيجية ليست مشروعاً قطاعياً محدوداً، بل هو مشروع دولة ومجتمع بأكمله، صيغ بعد مشاورات واسعة ودراسات معمقة ومشاركة مختلف الفاعلين في النظام البيئي الرقمي الوطني، تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية الذي يتابع هذا المسار شخصية نظراً لأهميته كرافعة رئيسية للتنمية الشاملة. وكانت الركائز الأساسية للمبادرة تتأسس على 5 محاور، والتي تعتبر إصلاحات لكل ما يبطئ عملية التحول الرقمي. المحور الأول هو البنية التحتية الرقمية، وذلك بتقوية الشبكات وإنشاء مراكز بيانات وطنية لضمان الاتصال السيادي. المحور الثاني هو تنمية الكفاءات عبر تكوين موارد بشرية مؤهلة وتشجيع الابتكار والبحث العلمي. المحور الثالث هو الحوكمة الرقمية لتحسين أداء الإدارة من خلال المنصات الرقمية الوطنية. المحور الرابع هو الاقتصاد الرقمي بدعم الاستثمار وتسهيل الرقمنة للمؤسسات. المحور الخامس والأخير هو إنشاء مجتمع رقمي بتوسيع الثقافة الرقمية وتعزيز مشاركة المواطن. وتتضمن الاستراتيجية 25 هدف استراتيجية موزعة على مدى 5 سنوات يتم تنفيذها ضمن خطة قصيرة المدى في أول 2، مع آليات تقييم دورية ومؤشرات متابعة دقيقة. رغم أن وتيرة التحول الرقمي في الجزائر تسير ببطء يشبه تحرك السلحفاة، إلا أن الرقمنة ليست زراً نضغط عليه، بل مسار طويل يحتاج إلى إرادة واستثمار في العقول وبيئة تحتضن الفشل قبل النجاح. الجزائر الآن أمام مفترق طرق، إما أن تحسن استغلال لحظة الوعي الرقمي التي بدأت، أو تتركها تمر كما مرت فرص كثيرة قبلها. الخطة وضعت والموارد موجودة والمجتمع بدأ يتهيأ، لكن التنفيذ هو الفيصل. فهل نعيش لنشهد عام 2030 ونتحدث عن الجزائر الرقمية كواقع نعيشه لا حلم نكرره؟ القرار لم يعد بيد الدولة وحدها، بل بيد المواطن، الشاب، الموظف، المبرمج والصحفي، وذلك من أجل جزائر رقمية متقدمة. وهل أنتم متفائلون بأن 2030 ستأتي والجزائر تحمل بطاقات هوية رقمية، أم لا تزال في الطابور الورقي؟ لا تنسوا أن تشاركوا الحلقة والإعجاب بها والاشتراك في القناة. كان معكم المهندس الإخباري الذي يقدم لكم قيمة بصوت هندسي.